وبنحكي سوا. اهلا وسهلا برشيل. اليوم نحكي عن ليليغانس دو اريسون لميريال باربري. عن شو بيحكي هالكتاب؟ هو اذا بدك انا ترجمته اناقه القنفذ، يعني هي ناطوره لفندق من برجوازيه وارستقراطيه، وبدها مثل القنفذ تماما بدها تحمي حالها بالاشواك من العالم الخارجي، وخاصة من البرجوازية اللي بيستهتروا فيها وبيستهزئوا فيها، وحتى بتوصل معه لدرجة انه ما بينادولها باسمها، وكأنه هي مانا موجودة لأنه هي نكرة. سو هي الوجود، هيدي أول فلسفة بتدخل بالكتاب لأنه هو كتاب كله فلسفة. الوجود هو الوعي، والوعي بيولد بأول اسم تعريف، وهي حرمت من هالاسم التعريف وبقيت من دون هوية. وداخل هيدي طبقة الأشواك كمان بتخبي أناقة، هي أنيقة بضعفها، أنيقة ببساطتها، أنيقة بتذوقها للعلم وللثقافة، وحتى أكثر من هيك هي أنيقة بقبحها، لأنه لو ما بشاعتها ما كانت الحياة أنعمت عليها بنوع من العزاء والتعويض إذا بدك لهالبشاعة اللي هو ذنب، بأنه تعطيها نوع من التعويض الذكاء اللي هو اكسسوار اعتبروه لهالخسارة اللي هي الجمال، وكأنه الجمال هو الخسارة، بطل الذكاء له أهمية قدام الجمال. يعني كتاب فلسفي شوي، إذا كتير فيه نقول. فلسفي ترجع بتجي الموت، هو هيدي أنا بظن أكتر شيء أريد فيه للكتاب الموت. بيجي الموت وبيبتلع حياة جوزها، فكأنه ابتلع حياتها بنفس الطريقة، لأنه سلط الضوء على هول واقعها. هي اكتشفت أنه تماماً هي كناطورة حياتها ما لها قيمة، فإذا ماتت وهي نكرة يعني نص إنسانة يعني نص شعور، طبيعي الآخر يحس تجاهها بنص شعور أو نص انتفاضة، لأنه الموت بالنسبة للفقير هو شيء محتم وشيء مترقب وما بينسب له لا كارثة ولا دراما ولا تراجيديا، مش مثل الغني لا بتفهمي موته ولا بتتقبليها ولا بدك تفهميها وتقبليها. فالموت صار لها بطل يخوفها، صارت شيء بتترقبه، عارفة انه جاي الموت، متربص لها بالزوايا، بس هي انتظار الموت هو اللي صار صعب لها. بس الفلسفة الحلوة هون انه بيدخل الموت لها صار مثل خلاصة، بيفتح اذا بدك قوسين دو بارانتيز بالوقت، وقت تفتحي دو بارانتيز بتوقفي الوقت، كأنك بتجمدي تنقليها على وقت على وقت آخر، زمن آخر، لأنك بتصلبي هيدا الوقت العذاب الانتظار، وهو هيدا اللي بيجيب معه النشوة والسعادة تبعيتها. يعني كتاب كئيب إذا فيني أقول، ما بعرف أنا هيك حسيت، يعني واحد بده يكون هو مرتاح كتير متفلسف حتى يقدر، يا أما يكون هيك متصالح جدا مع الأمور الثانية اللي عم بتصير حواليه. بس لا، انه فهمت بحياتهم هي ناطره الموت، خلص ناطره انه تموت، استسلمت. هي استسلمت ولكن نهايتها هيئت لولاده ثانيه. سو بالوقت اللي بيخلق نوع من الخيبه كمان في امل، في امل بالكتاب، لانه صار في اذا بدك تبادل اقدار. في عندك بنت صبيه صغيره عمرها 12 سنه، هيدي اللي كانت بتتمنى وعندها رغبه صارخه للموت للانتحار، بالوقت اللي هي روني الناطوره حياتها كانت واردة هيدي براسها. صار في انصهار عقلي وانسجام بين هيدي الناطورة اللي عمرها 54 سنة مع هيدي الشابة اللي طول عمرها بتختبر لي بانسي بروفوند، الأفكار العميقة عندها، بتختبرهم بأنه معاناة، شو هي الحياة، شو هو الموت، أنا بدي موت، بدي انتحر. يعني وقررت عناوين كبيرة، يعني كبيرة تنطرح، وهي فعلا مفكرة وعقلانية جدا، عندها ذكاء حال، ولكن بهيدي البونسي بروفوند اللي كانت عندها انه شو هو الموت، شو هو الحياه. يعني هون انا كمان كنت عم بحكي قبل مع نبيل، قبل ما نبلش بالحلقه سالته عن الكتاب، قال لي انه بلش يقريه. كنت مبلش انا تقريه، بلشت اقريه. ايه؟ انا بعرف انه حبيت تكمل فيه ولا حسيت مثل ما انا حسيت؟ انا حسيته شوي حزين الكتاب. انا اشتريته على اساس انه هو كان من اهم مبيعات جاليمار مؤخرا. كتاب ميريال باربري، هو كمان عملوا فيلم لأريسون، عملوا فيلم سموه اسمه لأريسون بس مقتبس من إليغانس دو أريسون، طلع هالسنة.
وبفتكر ترجم لكم لغه؟ 30-40 لغه، ونبيع منه تقريبا 1,000,000 نسخه، وكمان 30 طبعه انطبع منه. بس انا الواقع انه انا بلشته بس ما كملته بكل صراحه. لا انا ما كملته لانه تراس عطال لقيته كئيب بأي طريقه، يعني عم لاقي ما ورائي يعني في قسم من الادب الفرنسي الجديد تبين انه يعني متكأنه صار في اجى وقت الروايات الكبرى بالقرن 19 وحتى القرن 20 كانوا روايات كبرى بعضهم لليوم بدرسوهم، بس كانوا متكأنه بياخذوا الحياه بافضل حالاتها بركه. هلا الادب المعاصر هو تفرجي الحياه مثل ما هي. بس هن عم بيفرجوا الحياه مثل ما هي، ما بيهمهم يفرجوا الا الموت والعذاب والتعتير والعذاب. بس هيدا هيدي حقيقه على الارض، هي عم بتصير واقع. ايه واقعه، بس انا عم بشوف انه اكثريه الكتب المنشوره بفرنسا اليوم عم تتجه صوب الكآبة اكثر، تقول انه هي واقعيه. بس هي كمان بنفس الوقت نحن بس بدنا نقرا كتاب بحس يمكن لازم يكون يصير عندنا امل، لازم يكون يصير عندنا رؤيه، يصير عندنا يعني بوزيتيف سايد، يعني رده فعل. يعني نبيل اللي عم بيقولوا كثير مهم، يعني عم بيكأبوا الشعب عم بتصير. نو نو، هيدا الكتاب اتس تو ايدج سورد، بيخلق نوع، يعني هيدي نهايه شخص، تهيئ ولاده شخص اخر كان عنده رغبه بالموت حلوه كثير، يعني كانه لي جامي دو سيلسي انقذوا لي توجور دو سيلسي، هيدي هي، يعني شيرشي لي جامي دون لي توجور، هيدا هو بيت القصيد، تفتشي على الديمومه بالنهايه، سو انت بتطلعي من الكتاب بامل مش بخيبه. هيدا اهم شيء، شو بده يعطيني الكتاب؟ في عنده رساله، اكيد في عنده رساله الكتاب. بس بيستعمل مثل كانه وقائع كئيبه بمرق رساله الامل بقلبه. هيدا هو يعني الامل موجود بين السطور، المهم انه بتوصل له. مثل ما قال خيار، لازم الواحد يكون مهيئ يمكن قبل ما يبلش بقراءه الكتاب. يعني منيح انه عم نفسر اليوم انه جروسو مودو شو هو الكتاب. اكيد هو الحلو فيه هي الفلسفه اللي بتدخل فيه، يعني فلسفه الفن، فلسفه الوقت، فلسفه الازدواجيه، في فلسفه كثير في عميقه. كمان عم يطرح موضوع كثير مهم هو الفقر وكيف الاشخاص الفقراء الطبقيه ولحتى كمان انه لا انه هدول معقول يصير لهم شيء والغنية لا مش معقول يصير لهم شيء. وهي تمنيت الموت وقت عرفت هي وين مكانتها بالحياه، يعني عرفت انه هي لا تنتمي الى عالم البرجوازيه، هي إنسانة يمكن عندها ادعاءات الثقافة لأنه هي عندها تذوق للثقافة ولكن لا علم لديها، فهي اعتبرت أنه ما بتقدر تنتمي لهذا العالم فقررت براسها أنه تموت. هون قوة العقل الفلسفي أنه يجسد واقع أنت مفكرة فيه فلسفيا، إذا فينا نقول فلسفيا، يعني ماتت روحيا هي أكثر هي وماتت جسديا وأبرسي ماتت على أكتواليزي سامار، بينما البنت الصغيرة اللي كانت مفكرة أنه قدرانة تتحكم بقدرها وكانت مقررة حتى تاريخ انتحارها، اكتشفت لأول مرة بحياتها بموتة شخص آخر قدامها أنه ما فيها بحياتها أبداً، هي كلمة الأبداً، ترجع لورا وتقرر لا مصير ناطورة اللي هي جربت تلعبها بقدرها ولا مصيرها إلها. وهون اكتشفت أهمية الحياة، وهون فلسفت بالوقت اللي الموت للناطورة كان خلاص لإلها. الموسيقى كان للشابة بالوما اسمها كان خلاص لإلها، نفس الأسلوب اعتبره الموت بيفتح بارانتيز، يعني اكيد بالوقت نفس الشيء. كتاب الاليغانس دو اريسون كتاب مهم، لو ما هيك ما انطبعت يعني مره وترجم ل 34 لغه وانعمل فيلم، يعني اكيد كتاب مهم وعنده فلسفه كثير بيطرحها. شكرا لك رشال خليل حليق على المعلومات، نحن بانتظارك الاسبوع المقبل لنتعرف على كتاب جديد. أكيد. مشاهدينا فاصل اعلاني ومنرجع نتابع حلوه مره.